مباشرة مشاهدينا إلى غزة وزميلتنا أسماء الودية. وأسماء بتحاور محمد البابا، طبعا زميلنا المصور الصحفي، واللي يعني صورته ضمن القائمة النهائية لأفضل مصور صحفي في العالم للعام 2015. سعد صباحك يا أسماء، وصباح زميلنا محمد. صباح الخيرات منى، يسعد صباحك ويسعد صباح كل الزملاء ايضا في يسعد استديوهات صباحك. رام الله، لكل الساده المشاهدين وين ما كنتم بتتابعونا عبر شاشه تلفزيون فلسطين بفلسطين. هذا الصباح يسعد صباحكم وايامكم مشاهدينا. بالفعل اليوم رح نتحدث عن فلسطيني من قطاع غزه ضمن قائمه نهائيه لافضل صوره في العالم لعام 2015، وهذا الشيء مشرف جدا انه يكون ضمن هالقائمه طبعا فلسطيني وايضا من قطاع غزة. بيسعدني أرحب بضيفي الموجود معي بالأستوديو لهذا اليوم، الأستاذ محمد البابا، مصور صحفي ومصور وكالة الأنباء الفرنسية في غزة. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. أنا سلام. يسعد صباحك، أكيد منورنا بفلسطين هذا الصباح، وألف مبروك على طبعا هذا الموضوع بأنه شيء مشرف يكون فلسطيني ضمن قائمة نهائية في قطاع غزة لعام 2015، وهذا شيء رائع بالتأكيد كمان أنه من قطاع غزة. أول شيء محمد، تحدثنا عن الصورة بشكل عام. يعني بعد صباح الخير لكم لتلفزيون فلسطين أكيد وفلسطين كلها والقدس. حقيقة إحنا نحن في العام 2015 يعني البوصلة لم تكن موجهة تماما على فلسطين، رغم أن الهبة الجماهيرية الموجودة الآن، الأوضاع في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان وفي تركيا والمهجرين، لكن بحمد الله الصورة الفلسطينية وخاصة من قطاع غزة ظهرت للعالم. فكانت الصورة لهذا العام أو مجموعة الصور التي تم اختيارها ألقت بالضوء على الحياة اليومية للمواطنين وسط الحصار، وسط إغلاق المعابر، وسط يعني البطالة الموجودة، وسط الحالة الشبابية. فبالتالي كانت هناك الصور توازنية ما بين الحياة والموت. لم تكن يعني تتناول فقط زاوية واحدة هي الحياة اليومية. مثلا عندما نرى الصور تجدين بأن شبانا يقومون بأداء رياضة الباركور، مثلا رياضة الستريت أوت فوق البيوت المدمرة، كيف الأطفال يبتسمون للحياة في المناطق اللاجئين أو في مخيمات اللاجئين، كيف أن الصياد يزاول مهنته رغم أنه لا يستطيع أن يبحر أكثر من 3 أميال، إضافة إلى رسومات بانكسي التي تركها وخرج من قطاع غزة بعد أن وضع بصمته هنا على البيوت المدمرة. فبالتالي هذه يعني هذا التنوع في الباكج وفي هذه الصور جعل حقيقة يعني للصورة الفلسطينية مقاما في هذا العام. إذا محمد، نقدر نقول بأنه صار هناك دمج زي ما تحدثت حضرتك بأنه صورة الدمار والخراب الذي لحق بقطاع غزة وبفلسطين ككل، وأيضا صورة الحياة التي يتمتع بها الفلسطينيين لا زالوا حتى اللحظة بالرغم من المعاناة والألم التي يعانون منها. هذا عن الصور بشكل عام، ولكن صورة محمد البابا بشو تميزت عن الصور الأخرى؟ يعني حقيقة أشكرك جدا هذا السؤال، لأن الصورة الإنسانية، الصورة التي تكفي عن 1000 كلمة، الصورة التي تستطيع أن تجعلك تصمت أمامها وتنظر بعمق، هي الصورة المطلوبة الآن التي تحدث وتخاطب عواطف ولغة الآخرين. الصورة التي تستطيع أن تحرك المشاعر دون أن تحتاج إلى يعني أي كتابة، إلى أي كابشن، إلى أي تعليق. فبالتالي كان هنا التركيز هذا العام على الصور الإنسانية، ليست صور الحرب وليست صور أسلاء والدماء. نحن يعني خضنا 3 حروب والويلات كانت يعني صعبة جدا، ولا زلنا نلملم في ويلاتنا، ولكن الصور الإنسانية، الصور التي لامست يعني أحداث وأهات ووجع المواطنين، هي التي اليوم جعلت الإنسان الأوروبي أو الإنسان الغربي ينظر ويشاهد ماذا يرى. طبعا عفوا على المقاطعة محمد، بس إحنا بنشاهد مع السادة المشاهدين هلأ بعض الصور اللي التقطتها بأكثر من مرة وبأكثر من مناسبة، طبعا بتوضح أيضا بالفعل الحياة في قطاع غزة وحب الناس للحياة في القطاع وبمواصلتهم على هذا المشوار، وحتى يعني بالرغم من الدمار والمعاناة والألم إلا أنهم ما زالوا مصممين على إكمال المشوار بحياة وبحب وبكل الأمل. هذا عن بعض الصور التي نشاهدها، ولكن لو تكمل لنا موضوع الصورة الخاصة بمحمد البابا.
والتي كانت ضمن قائمة نهائية. نعم، يعني صورة الفنان البريطاني بانكسي الذي جاء في بعد الحرب يعني خلسة، ولا أحد يعرف من هو بانكسي حتى الآن، هذا فنان بريطاني وترك أكثر من صورة له على جدران الدمار في قطاع غزة، رسمها وخرج، وبعد فترة تم الإعلان أن بانكسي كان في قطاع غزة. هذه الشهرة العالمية لهذا الفنان العالمي جعلت أيضا للصورة مقام ومكانة، لأنه يعني لا يترك مكان فيه صراع وفيه ظلم إلا ويأتي إليه. مثلا ترك نفس الصور على جدار في الضفة الغربية، ورسومات بانكسي موجودة هناك، وجاء إلى قطاع غزة، في روسيا، في كل مكان من أماكن الظلم والصراعات يتواجد هذا الفنان. فبالتالي قمنا يعني بتوثيق الأطفال حينما كانوا يشاهدون يعني هذا المشهد وهذه الصور ويتأملون القطة المشهورة لبانكسي، وسجلنا وثقنا صور تاريخية لصورة بانكسي، مزجنا الخارج، الفنان، الأطفال، الحياة، الأمل بصورة قوية استطاعت أن تعبر أو تلامس آهات ومشاعر الآخرين. طيب محمد، بصراحة لما نتحدث عن يعني وجود فلسطيني ضمن قائمة لأفضل صورة في العالم لعام 2015، نحن لم نتحدث عن أفضل صورة على صعيد مثلا مستوى الوطن العربي أو مستوى شعب معين أو ما إلى ذلك، نحن نتحدث عن قائمة طويلة ضمن العالم، وهذا أكيد تحدي صعب بيكون على المصور أو على الفنان. هذه الجائزة ماذا تعني لمحمد البابا؟ يعني اولا اتمنى انه احنا صنفنا ضمن العشرة المصورين العالميين ل 2015، على ان يكون في 21 من الشهر القادم التصويت النهائي على افضل مصور في العالم، وفقا طبعا لجريده الجارديان البريطانيه، اكبر الصحف. اذا القائمه فيها افضل 10 حتى عشرة الان. طبعا انا اعتبر يعني كفلسطيني وصول، كما قال زميلي علاء بدرنا في الضفه الغربيه، يعني قال بانه مجرد فلسطيني يصل الى هذا السلكت او هذا الترشيح، هذا يعتبر فوز. فالحمد لله يعني 10 في العالم شيء مش بسيط. صحيح. وخاصة كما أسلفت لك في ظل أنه البوصلة غير متجهة لقطاع غزة حاليا، حتى إلى فلسطين، يعني الكل مهتم بحدث المهاجرين وسوريا وما شابه، فهذا يعتبر يعني فوز بحد ذاته. طبعا. ولكن أن نستطيع وخاصة في قطاع غزة، هناك العديد من المصورين حصلوا على جوائز دولية وحقيقة استطاعوا أن يمثلوا فلسطين في محافل مختلفة، وكانت لهم بصمات واضحة في جميع الوكالات، ومنهم مصورين غير يعني لا يعملون في وكالات أجنبية، ولكن استطاعوا أن يتركوا بصمات. فهذه البصمة اليوم نحن نتركها على درب زملائنا المصورين، حقيقة تعطينا دفع أكثر لأن نتفهم ما يجري في العالم من تقنيات فنية ويعني أساليب تصوير جديدة تتطلب أن تتلازم معها، خاصة في ظل السوشيال ميديا، في ظل يعني انتهاء عهد المكتوبة وعهد الانترنت والإلكترون والتلفزيون والمرئي والمسموع. لابد أن يكون مواكبة. بالضبط، لابد أن يكون هناك مواكبة، وخاصة صحافة المواطنة اليوم في الموبايل والجوال تستطيع أن تصور صورة. طبعاً. أنت يجب أن تترك بصمتك المختلفة كمصور، تستطيع أن تحاكي الناس من خلال عناصر الصورة، إضاءتها، محتواها، زواياها وما شابه. طيب يعني بصراحة تحدثت عن المحتوى الإنساني الذي لابد أن يكون في الصور الملتقطة يعني الدرجة الأولى، بأنه تكون هاي الصورة تحاكي العواطف الإنسانية، ولكن لو نتحدث عن الرسالة للصور التي تم ترشيحها، كيف يمكن الحديث عن ذلك؟ وهذا هو المهم جدا، أن يعني ثقي تماما بأن المحكم الذي يشاهد هذه الصور لا ينظر فقط إلى تقنيات الصورة ولا عناصر الصورة، كمان ينظر إلى الرسالة التي تحملها الصورة. الصور أو مجموعة الصور التي تم اختيارها كانت الرسالة واضحة جدا فيها. بمعنى حينما نتكلم عن صياد يقوم بصيد، أو يعني الصورة تماما تسلط الضوء على ما يسمى بالسلطعون، يعني بصور سلطعون، بصيد سلطعون، ماذا هو؟ إيش هو من أنواع السمك السلطعونات؟ ولا إشي، على شط صغير لا يستطيع أن يبحر أكثر من 3 أميال، فهم يعرفون، هم لا يصطادون أصلا هذا النوع من الأسماك. طبعا هاي الصورة اللي بالضبط. نعم، يعني تتحدث عن ماذا يصيدون، شيء ولا لا شيء، يعني لا يباع بشيء بسيط جدا. تمام. فبالتالي لا يستطيع أن يبحر الصيد. فالرسالة واضحة، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى أو أصيد في أماكن عميقة فأصطاد السمك الكبير فالشعب يأكل سمك كبير وما شابه، وأنا محاصر كصياد. فأنت تعرض من خلال رسالتك بأنه
ثلاث أميال لا تكفي، الحصار موجود. إذا يعني محمد من خلال هاي الصورة رسالة عميقة. صحيح أنه يمكن المظهر العام للصورة قد لا يوضح هذا العمق، ولكن اللي بيتفكر شوي بالصورة بيحس قديش أنه في لها رسالة عميقة ورسالة نبيلة ورسالة هادفة، أنه المساحة التي يتم الصيد فيها لا تجلب للصياد سوى الأشياء البسيطة التي شاهدناها، وهذا ما يكفي فقط لصد رمقه هو وعائلته. نعم يعني بالضبط. لا يكفي لمصدر رزق ممكن يأتي من وراء هذا الصيد. صحيح. ولعل نستطيع أن نشاهد صورة أخرى يعني رياضيين يقومون بأداء تمارين رياضية على الدمار. بمعنى بأن الحياة هي الرياضة، الحياة هي الإعلان عن القوة الجسمانية والبدنية وممارسة الطاقة. حينما يمارسها مباشرة على الدمار، على بيوت مدمرة، فهو يقول هو يتحدى بالضبط، يتحدى ويقول أنا أريد أن أنطلق من هذا الدمار إلى حياة، أوجدوني عايشون. فبالتالي يعني كانت هذه الصور مؤثرة أكثر من أنه أنا أكون صوري دم أو أشلاء أو ما شابه. هذه رسالة أود أن يعني أبعثها وأرسلها إلى كافة المصورين، دائما ركزوا على الصور الإنسانية. يعني هذا ما كنت حابة أتطرق له بصراحة محمد. يعني كتير مرات بنلاحظ أنه المصورين يعني يتطرقوا إلى موضوع الصورة الإنسانية بمفهوم آخر من خلال الدم والأشلاء والمعاناة الموضحة من خلال هذه الأمور التي تؤذي النفس الإنسانية بصراحة. تمام. ولكن يوجد أسلوب آخر باستطاعتك أن توصل من خلاله الصورة الإنسانية بكل وضوح. لو تعطينا بصراحة يعني مفهوم الصورة الإنسانية بشكل مفصل أكثر للسادة المشاهدين. يعني باختصار بسيط، جميعنا شاهدنا من الألام والأوجاع ما يكفي لأنه تشبعنا، أصبحنا غير قادرين أصلا على أن نسترجع الصور السابقة أو نسترجع صورا جديدة فيها دم وفيها عنف. ولعل المثال ما حدث في فرنسا مؤخرا وقتل تقريبا أكثر من 160 شخص، لم نشاهد صورة واحدة فيها لا دماء ولا أشلاء. حتى أن مواطنين فلسطينيين تساءلوا لماذا لا توجد صور كالتي نراها في الحرب. ما هو السبب؟ السبب أن الصور الإنسانية المعبرة عن قوة الحادثة، عن ألم الحادثة، استطاعت أن تؤثر في العالم ككل أكثر من صورة. صحيح. نحن لا نستطيع، نحن يعني الذين نشاهد هذه الأمور يوميا أصبحنا لا نستطيع. صحيح. فما بالك بالمواطن الآخر يعني الذي لا يعيش معنا وهو يحتاج إلى أن يشاهد شيء يعني يتمكن من استيعابه. ونحن تحدثنا عن الصورة الإنسانية التي تحاكي العواطف الإنسانية وتحركها. نعم. وليس ما يؤذيها. بالضبط. طبعا كان بودي يكون معنا وقت أطول بصراحة محمد، ولكن للأسف الوقت داهمنا. نتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى، وأن تكون هاي الصورة المرشحة بأعلى المراتب بإذن الله وإن شاء الله. محمد البابا، مصور صحفي ومصور وكالة الأنباء الفرنسية في غزة، شرفتنا ونورتنا اليوم. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، لهون بكون وصلت وإياكم لختام فقرتنا لليوم من استوديوهات قطاع غزة. طبعا هلأ بنتقل وإياكم مباشرة لاستوديوهاتنا في رام الله وزميلتي منى. يسعد صباحك.